قد بدأت تباشيره في مصر وأن عهود الظلام قد ولت إلى غير رضا. توجه سعد زغلول وعلي شعراوي وعويس فهمي لمقابلة المندوب السامي البريطاني، ودار بينهم حوار طويل، وطلبوا منه أن يسمح لهم بعرض قضية استقلال مصر، إلا أن المندوب السامي البريطاني رفض الاستجابة لمطلبهم وقال لهم أنكم أنتم لا تمثلوا الشعب المصري، فما كان من الشعب المصري بجميع فئاته وطبقاته أن وكلوا سعد زغلول، وعملوا توكيلات من الشعب المصري للسماح لسعد زغلول بأن يكون وكيلا عنهم وأن يسعى في سبيل عرض قضية استقلال مصر على مؤتمر الصلح في باريس. عمل سعد زغلول على تحقيق مطالب الأمة وأنجز دستور عام 1923، كما بدأت نهضة ثقافية واقتصادية في البلاد التي لم تكن قد تخلصت بعد من قبضة الاحتلال الإنجليزي الغاشم. كان من الطبيعي أن تهب الثورات في المنطقة وتنطلق حركات التحرر من أقصى الوطن العربي إلى أقصى، وكانت ثورة 23 من يوليو عام 1952 بمثابة الشرارة، وأصبحت القدوة لغيرها من الثورات خصوصا في المغرب العربي والشرق والجنوب الغربي من الجزيرة العربية. ثورات بتقوم على أوضاع سياسية، ليس فقط أوضاع سياسية، أوضاع أيديولوجية، أوضاع اقتصادية موجودة، مشاكل موجودة. هذه المشاكل زادت بشكل كبير، أدى إلى تضرر عدد كبير من أفراد الشعب. هنا في مصر طبعا كان التضرر على البطالة الموجودة، عدم عمل الشباب، ثم العمليات الفساد اللي كانت بتحدث. وعلى فكرة حجم الفساد اللي تم وبيكشف عنه، أنا شخصيا لكم أنا أكون أتصور أن يصل الفساد إلى هذا الحد. كانت ثورة يوليو عام 1952 ثورة ذات رؤى اتحادية تهدف إلى تحرر بلاد العرب، ولم تكتفي بالأمنيات بل ساهمت بشكل أو بآخر في مساعدة حركات التحرر في بقاع عدة من العالم، فقد مدت يد العون للثوار سواء في إفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية. وكان من أبرز تلك الثورات التي استفادت بشكل أو بآخر من التجربة المصرية ثورة كل من تونس والجزائر في الشمال الإفريقي، وثورة العراق في أقصى الشرق العربي، وثورة اليمن في جنوب الجزيرة العربية. هناك دول موجودة في منطقة من المناطق، وأن هذه الدول بتمارس عملها طبقا لثقل الدولة. هل الثورة في مصر أثرت على سائر الدول؟ يقينا وبكل تأكيد أثرت، لأن مصر مؤثرة بحكم موقعها الجغرافي، بحكم تاريخها، بحكم شعبها، بحكم ثقافتها، بحكم أنها مركز للثقافة والعلم لسنوات كانت وما زالت. لقد شكلت مصر شوكة في حلق المستعمر، خصوصا بعد تدخلها المباشر في مساعدة الثورة الجزائرية واحتضانها لحكومتها المؤقتة، الأمر الذي أثار حفيظة فرنسا التي كانت ترى أن الجزائر قد صارت قطعة من الوطن الفرنسي لا يمكن أبدا أن تتنازل عنها، خصوصا وأن سياستها الاستعمارية سعت إلى تأكيد ذلك من خلال محاولات طمس الهوية الجزائرية وربط الجزائر بفرنسا، حتى اندثرت اللغة العربية تقريبا وحلت محلها الفرنسية كلغة تخاطب بين أفراد الشعب الجزائري، وأغلبهم كان من الأميين. عام 1956 شكل العدوان الثلاثي على مصر ردا على طموحاتها الناهضة في ذلك الوقت، فقد أعلن عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس كتحد لقوة الاستعمار التي رفضت تمويل مشروع السد العالي. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. وقد ألم ذلك القرار كل من فرنسا وإنجلترا، مثلما ألمهما مساعداته اللامتناهية
لكل الثوار في كل البلدان التي تئن من بطشيهما، خصوصا في منطقة المغرب العربي والعراق. إذا كانت مصر لها ثقل ومصر تستطيع أن تؤثر في الأوساط اللي بتتحرك فيها، سواء في الأوساط الجامعة العربية والدول العربية، أو في أوساط البحر المتوسط والدول البحر المتوسط، أو في الأوساط العالمية أو إلى آخره، فهي بتؤثر لأن ثقلها يطلب، يعني يفرض على الناس أنها يكون لها صوت في هذا الموضوع. وكان الرد لتلك الحرب الغاشمة والتي سميت بالعدوان الثلاثي، والذي شاركت فيه الدولة الجديدة التي زرعها الاستعمار في الجسد العربي، إنها إسرائيل. ظنت تلك القوى المعتدية أنها بعدوانها ذلك سوف تضع حدا لدور مصر الإقليمية والدولية المتصاعد، وتقضي على طموحات ذلك الزعيم الذي أصبح اسمه مؤرقا لمثل تلك القوى. لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفنهم. على الرغم من عدم إحراز مصر لنصر عسكري على تلك القوى، إلا أنها كسبت الحرب سياسيا وتعاطفت معها كل القوى الحرة في العالم. مصر أقدم حكومة في العالم، أقدم نظام في العالم. بنتكلم على العالم، يعني أقصد بيه أنا بتكلم على 5 إلى 7 آلاف سنة، حيث كان العالم الغربي ما زالوا يعيشوا في الغابات في ظلام، وكان عندنا في مصر علماء في الفلك وعلماء في الطب وعلماء في الفلسفة، وعندنا توحيد، فكرة توحيد ديني. كانت مصر بهذا الشكل، ودول كانوا يعيشوا في ظلام دامس. ومثلما كانت تلك الحرب ميلادا وتأكيدا لمصر الثورة، كانت وفاة للقوتين العظمتين وهما انجلترا وفرنسا، اللتين أفلى نجمهما مع سطوع النجم الأمريكي القادم من وراء البحار. أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة، إن هذا الجيل من شعب مصر من تلك الأجيال التي وعدها القدر لتعيش لحظات الانتقال العظيمة التي تشبه مهرجان الشروق. لقد عشنا ساعة الفجر ورأينا انتصار النور الطالع على ظلمات الليل الطويل. لقد عشنا فجر الاستقلال، وعشنا فجر الحرية، وعشنا فجر العزة والكرامة، وعشنا فجر القوة، وعشنا فجر الأمل في بناء مجتمع سعيد. شهدت الفترة التالية تحرر كل من تونس، الجزائر والعراق، مثلما تحرر الشام، وتكاثرت النظم الجمهورية على حساب النظم الملكية التي انزوت في كل من الجزيرة العربية وأقصى المغرب العربي، إضافة إلى ليبيا. وإن ظلت بذرة الثورة مولودة هناك، فلم تتأخر في اليمن ولم تفسد في ليبيا، وإن امتد بها الزمن حتى نهاية الستينيات من القرن العشرين. في السبعينيات كانت كل الدول العربية مستقلة عن الاستعمار الذي جثم على أنفاسها طويلا، وتولت المسؤولية قوى ثورية كان معظمها من أبناء القوات المسلحة لتلك الدول. كانت الآمال كبيرة والطموحات عريضة، وانتظرت الشعوب العربية الديمقراطية التي حلمت بها وناضلت من أجلها والتفت حول قواتها في سبيلها. لكن حلم الحرية الكاملة والديمقراطية المنشودة تلاشى تقريبا، أو تم اختزاله في بعض الأحيان، فاستبدلت الشعوب العربية المحتلة الأجنبي بنظم حكم ديكتاتورية لا يفرقها عن قوى الاستعمار إلا أنها تتحدث بنفس اللسان. وزادت عليه بأنها كانت تفتش في ضمائر الناس باعتبارها قوى مرتبطة بشعوبها جنسا ودينا ولغة. في المغرب على سبيل المثال، قام نظام ملكي مستبد يستمد شرعيته من بيعة المسلمين هناك، باعتبار أن ملك المغرب من آل البيت النبوي. ومثله كان النظام الملكي في الأردن التي ارتدت بأنسابها إلى الهاشميين، فهي ليست أقل من النظام الملكي في المغرب، لأن كليهما يحلم بخلافة المسلمين في زمن لا بد أنهم يحسبونه آت. وفي الجزائر بدأت نهضة أجلت حلم الديمقراطية إلى حين، خصوصا أن الشعب الجزائري كان مقبلا على تعريب ذاته التي تغربت كثيرا، فاستمرأ حكامه الأمر وتبخرت الديمقراطية
التي حلم بها الناس هناك. ظلت تونس ترزح تحت حكم الحبيب بورقيبة حتى انقلب عليه وزيره زين العابدين بن علي في ثمانينيات القرن العشرين. أما ليبيا التي تحررت من النظام الملكي المتمثل في آل السنوسي فقد ظلت محكومة بقبضة من حديد هي قبضة العقيد القذافي الذي كان مزيجا من العقل والجنون. كلمة ديمقراطية متكونة من نقطتين: ديموكراسي، ديموكراسي نقولوا احنا ديموكراسي، ديموكراسي يعني ديموكراسي كلمة عربية. فهو يدعي الحكمة والأدب فيجرب في شعبه نظرياته الجديدة والمبتكرة في الحكم، ليس حبا وتقربا للشعب ولكن لكي يظل دائما في السلطة لا يبرحها. فكانت نظريته الثالثة وكان الكتاب الأخضر، وكانت اللجان الشعبية التي قيل أنها هي التي تحكم. بالرغم من تصدره وأبناؤه وقبيلته مقدمة المشهد دائما، كان هذا هو الحال في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ولم تكن مصر عنهم ببعيدة. فلم يغادر عبد الناصر السلطة إلا بموته، ولم يفارق السادات كرسي الرئاسة إلا باغتياله وسط جنوده، بينما التصق خليفتهما حسني مبارك بالكرسي الرئاسي اعتبارا من عام 1981 حتى خلعه الشعب المصري في فبراير من عام 2011. في كل من موريتانيا والسودان وعلى الرغم من تبدل الحكام إثر اضطرابات وانقلابات، إلا أن حلم الديمقراطية ظل مؤجلا. حالهم في ذلك حال كل الشعوب العربية التي أعطت نواصيها لأبنائها، فضن أبناؤها على تلك الشعوب بنسائم تلك الحرية واختصروا أوطانهم في ذواتهم. منطقتنا دي حرمت من الديمقراطية طوال هذه السنوات الماضية، لذلك كان من الطبيعي ألا تنتفض، كان من الطبيعي ألا تشعر أنها تحت حكم وتحت وطأة حكم ديكتاتوري أوتوقراطي عنيف فاسد، كانت لا تشعر بهذا لغياب الديمقراطية. في سوريا آلت السلطة إلى حافظ الأسد الذي عمر طويلا في الحكم حتى رحل، وكان من المنطقي أن يؤول الحكم إلى نائبه عبر الانتخابات أو الاستفتاء حتى ولو كان صوريا. إلا أن المشهد السوري بدأ مغيرا، فقد تم تعديل الدستور وحصل ابنه الثاني على رتبة عسكرية، إضافة إلى تعديل سن المرشح لرئاسة الجمهورية كي يتمكن هو من اعتلاء كرسي الرئاسة. وذلك ما تم بالفعل في خطوة غير مسبوقة في أي نظام جمهوري على مستوى العالم، فقد حل الابن مكان أبيه، وتولد في تلك الفترة مصطلح الجمهوريات الملكية، وبدأت سوريا في تنفيذه وسط دهشة العالم والغياب شبه الكامل للإرادة الوطنية. راود حلم التوريث الأنظمة المشابهة في كل من مصر وليبيا وتونس واليمن. ولو كانت الأمور قد دانت لصدام حسين في العراق لكان قد فعل مثلما فعلت جارته سوريا، فحزب البعث هو الذي يتحكم هنا وهناك. لكن الحلم تبدد حتى اختفى صدام من المشهد عندما أعدم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وظل المشروع قائما بالتنفيذ في كل من مصر وليبيا وتونس واليمن. ارتضت مجموعة دول الخليج بنظمها الملكية التي لا تخلو من التسلط والاستبداد، فيما عدا دولة الكويت التي نشأ فيها نظام برلماني مارس السلطة بطريقة شبه ديمقراطية حتى وإن كان حاكم البلد يبدو في صورة ملك، إضافة لكثرة المتبوئين للمراكز القيادية من الأسرة الحاكمة، فيما اختفت كلمة الديمقراطية تقريبا في كل من السعودية وعمان وقطر، وباستثناء الإمارات التي بدت في شكل مغاير بعض الشيء منذ أن اتحدت الإمارات السبع وصار حاكم إمارة أبو ظبي
هو رئيس الدولة الجديدة. وأجلت الطفرة الاقتصادية هناك أي حديث عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان. كان في سنوات طويلة من الاستبداد والقهر والتخويف واستخدام الدائب للأدوات الأمنية، ومعظم الدول العربية كانت بتعيش في اتجاه مخطط للحاكم. ومع الأسف شديد أن الاتجاه المخطط لمعظم الحكام العرب كان بتبقى أسبقية الأولى كل الإجراءات التي يجب اتخاذها لكي يبقى الحاكم أطول فترة ممكنة، ودي كانت مرحلة. ولكن مع الأسف شديد لقينا أن المسائل أو بدأت المسائل تتطور أكثر، أن ليس فقط أن الحاكم عايز يستمر لأكثر فترة ممكنة، ولكن بدأ كمان توريث الحكم للنجل وما بعد وما بعد، ويعني بقى عندنا نظام ملكي جديد بشكل الحقيقة يعني غريب جدا. علما أن كل حاكم وخصوصا في النظم الجمهورية أقسم منذ اليوم الأول، قال أقسم الله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للنظام الجمهوري، ولم يكن أحدا بأي حال مخلصا للنظام الجمهوري. في ظل تلك الظروف، وعلى الرغم من المستجدات على الساحة الدولية، وعلى الرغم أيضا من انطلاق أصوات تنادي بالحقوق السياسية للشعوب وبآليات تضمن انتقال السلطة سلميا، إلا أن مثل تلك الأصوات لم تجد من يسمعها من النظم الحاكمة التي مارست البطش بكل الأصوات المعارضة والمطالبة بالإصلاح. وشهدت السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة ما يدل على ذلك، فقد خرجت الهتافات والصيحات والتظاهرات، لكن ظلت يد الأمن هي الأقوى ونظم الحكم هي الأبطش. وامتلأت السجون في معظم النظم العربية بسجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين لم يكن لهم أي ذنب إلا أنهم نادوا بحقوق أساسية تكفلها تلك الدساتير الديكورية لمثل تلك النظم. في ظل تلك الظروف والأمواج العاتية، دخلت التكنولوجيا بآلياتها الجديدة، وتصدر الإنترنت المشهد بمواقعه الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وغيرهما، وصار الفضاء الافتراضي هو نقطة الالتقاء والتواصل بين نخب جديدة من المجتمع تمثلت في الشباب الذي آلمه واقعه الذي يعيشه منفيا في وطنه وغريبا وسط أهله. فكان الإنترنت هو الخلاص من تلك الصورة الضبابية المضطربة، فكتبوا ومارسوا النقد هنا وهناك، وتعرض كثير منهم لمضايقات واعتقالات، حيث كانت النظم الأمنية تراقب الإنترنت لتقف أولا بأول على كل ما يدور بخلل هؤلاء الشباب. هذا هو الصدام الذي حدث والذي هب برياح التغيير في المنطقة العربية، لأن أنا بسميها العالم الافتراضي اللي بيسموه سايبر، العالم الافتراضي اللي بيعيش فيه، عايش فيه الشباب. زي ما بيتكلموا دلوقتي بقى في تنظير جديد، يتكلموا على السايبر وورفير أو الإرهاب الافتراضي. العمليات الإرهابية أصبحت بتتشكل فيه على شبكة الإنترنت والأخيرة للعمليات اللي بتتم، بقت في حاجات كتير، البيزنس، كل حاجة بتدور في العالم الافتراضي. ومن هنا الشباب كان أكثر استجابة ووعي، فبدأ في عملية يعني قفزة نوعية هائلة، لأن احنا نعرف دايما أن الثورات بتحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى شكل سياسي. وطبعا مع القهر العملية دي بتعرضوا للقمع، طبعا من الصعوبة بمكان أن مثلا مجموعة ثوار أو قيادة مجموعة ثوار بيبدأوا ينظموا نفسهم وينظموا صفوفهم علشان يقوموا بثورة. طبعا ده في نظام الحكم المطلق والاستبداد والقمع الأمني الشرس كان بالغ الصعوبة. تعالت أصوات الشباب ينادون بالتغيير، وخرجت مظاهرات استفادت من احتجاجات النخب السياسية والثقافية والحركات المناوئة، رغم أن يد الأمن هي الأعلى نظرا لعدم التحام الشعب بمثل تلك المظاهرات، وهو يلهث جاهدا من أجل ضمان قوت يومه الذي ألهته فيه نظم الحكم. ففشلت كل المظاهرات في تحريك الشارع، لكنها لم تفشل في أن تترك أثرا فيه
كل مرة، واحتفظت الذاكرة البصرية للناس بمثل تلك المشاهد لتستدعيها وقت الحاجة. شكلت حادثة إحراق المواطن التونسي بوعزيزي لنفسه على مرأة ومسمع من قوى الأمن التي حاربت في أكل عيشه شرارة الثورة التونسية التي انطلقت على مدار الأيام التالية للحادث، تطالب صراحة بإسقاط النظام ورحيل بن علي وآله وزمرته من الفسدة. كان بن علي يعد أمر انتقال السلطة لواحد من أقاربه، وبدأ أنه متمسك بالحكم في ذاته وآله إلى أبد الآبدين. وكان الشباب الذي فرقته الشوارع وجمعته شاشات أجهزة الحاسوب حاضرا، فخرج ومعه طوائف شعبية بدأت في التزايد، وكان المطلب إسقاط النظام ورحيل بن علي نهائيا وغيابه عن الصورة. استمرت المظاهرات التونسية، وكان المطلب هو رحيل النظام وسقوطه. ورغم بطش الأمن ووحشيته في التعامل مع المتظاهرين الذين لم يهابوا رصاصة القاتل، تكاثرت الأعداد وعلت الهتافات المدوية، واختصرت كل الكلمات تلك الجملة البديعة: الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. فطلع من مجرد إسقاط مجلس الشعب وتغيير الوزارة إلى لا تغيير النظام كله. أخيرا خرج بن علي ليقولها: فهمتكم فهمتكم. ولهذا سنكون لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها مصداقية لدى كل الأطراف السياسية والاجتماعية للنظر في مراجعة المجلة الانتخابية ومجلة. لكن اللحظة التي فهم فيها جاءت متأخرة كثيرا، وسقطت أعداد من الشهداء على يد قوات الأمن التونسية التي لم تتورع عن التصويب والقتل والترهيب، حتى غادر بن علي بطائرته سماء تونس. أما في مصر فقد انطلقت النداءات لمظاهرات تطالب بالإصلاح، واختار المتظاهرون يوم 25 يناير، وهو اليوم الذي تحتفل فيه الشرطة المصرية بعيدها. وأفسد المتظاهرون على المحتفلين الاستمتاع بعيدهم، وعلى الرغم من ظهور الوزير المختال بنفسه حبيب العدي يعلن على الملأ وأمام رئيس البلاد أنهم توصلوا لمدبر تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية. فقد تأكد بالدليل القاطع تورطهم الدنيء في التخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الخسيس. وغير ذلك من الادعاءات، فقد بدا للبعض أنه لا يقول الحقيقة وأنه اعتاد دائما الكذب في نقل الصورة. لم يكن عيدا، بل كانت مصادمات، وكان بطشا شديدا، فانتفض المتظاهرون بعد سحلهم واستشهاد بعضهم يدعون إلى مظاهرة تالية، حتى كانت جمعة الغضب يوم 28 يناير، وتصاعدت الأحداث وخرج الآلاف إلى ميدان التحرير، وزادت الأعداد لتفوق المليون. ومن جديد كان القط والبطش هو المقابل من جانب قوات الأمن التي استخدمت كل ما لديها من أسلحة، لكن الصدور الهادرة لم ترهبها القنابل ولا رصاص القناصة ولا تهور سائقي المصفحات. ما حدث هو شيء إيجابي كنا نتمنى أن يحدث، لكن حجم ما حدث، حجم ما تم، كل هذا الكلام لا نستطيع أن نقول أننا كنا نتوقعه. حتى فلت الأمر من يد الأمن، فأصبح يضرب بلا هوادة ويقتل بلا رحمة، وسبحت القاهرة في سماء دخان القنابل المسيلة للدموع. ومثلها كان الأمر في السويس والإسكندرية وغيرها من عواصم المحافظات، حتى تصاعدت ألسنة اللهب هنا وهناك. وفي لحظات انسحب أفراد الأمن تاركين مركباتهم التي أشعل المتظاهرون فيها النار، وحدث انفلات أمني خرج على إثره المساجين من السجون، ومارست قوى غير معلومة أدوارا لصالح جهات أخرى، فاحترق مقر الحزب الحاكم، وأرادت قوى النظام أن تحارب الثورة بالبلطجية الذين خرجوا من السجون.
لكن إرادة الشعب كانت الأقوى. ومثل الحال في تونس، خرج الرئيس المصري لكن خروجه جاء متأخرا، فصعد المتظاهرون من مطالبهم وأصبح المطلوب رحيل الرئيس رغم ما قطعه على نفسه لأنه لم يكن ينتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة وأنه لم يفكر في أمر التوريث. وبصرف النظر عن الظرف الراهن، أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، فقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها. توالى ظهور الرئيس الذي شكل حكومة جديدة رأسها أحمد شفيق، وعين للمرة الأولى نائبا له، إلا أن المتظاهرين أصروا على مطلبهم أن يرحل. ولم يتأخر الأمر كثيرا، فقد غادر بالفعل القصر الرئاسي يوم الجمعة 11 فبراير. وآل أمر الحكم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اجتمع قبل البيان الذي أذاعه نائبه يعلن فيه تخليه عن السلطة. اجتمع المجلس دون الرئيس ونائبه، وبدا للناس من خلال الاجتماع أن الرئيس لم يعد يحكم وقتها، وأن الجيش ربما يكون قد اعتقله. ولم يغب ظهور النائب كثيرا، فسرعان ما ظهر يتلو البيان ويعلن أن أسطورة مبارك ونجله وعائلته قد انتهت بلا رجعة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. تعالت وتيرة الاحتجاجات بعد ذلك في كل من ليبيا واليمن، وعلى الرغم من ظهور الرئيس اليمني ينفي فكرة التوريث، إلا أن الشعب هناك أصر على رحيله، وما زال هو يرتعش مما يخبئه له الغد من هؤلاء الذين لا يهابون الرصاص. في ليبيا كان الحال مغايرا، خرجت الجماهير، وبدلا من حراستها إلا أن الأمن تعامل معها بوحشية وصوب في نحورهم كتائب أبناء القذافي الرصاص، فسقط الشهداء وتزايدت أعداد المتظاهرين الثوار، وساعدهم في استمرارهم تراجع القوات أمامهم واستيلائهم على بعض الأسلحة والعتاد من معسكرات الجيش، وانضمام رموز كثيرة من القوات هناك إلى صفوفهم. وبدلا من صوت العقل، أمر القذافي الجيش بقصفهم برا وبحرا وجوا، حتى صار الأمر أشبه بحرب أهلية نجومها أناس يمسكون بالسلاح للمرة الأولى في حياتهم، وقوات لا تتورع عن التصويب بالدبابات والآليات الثقيلة والقصف بالطائرات من عليه. في خضم تلك الأحداث المتسارعة، استطاع الثوار تحرير شرق ليبيا بالكامل، وساروا باتجاه العاصمة لإسقاط النظام الذي يدعي رئيسه أنه لا منصب له حتى يستقيل، وأنه لا يملك إلا بندقيته التي سيحارب بها تلك القوى التي تساءل مضطربا وهو يوجه حديثه إليهم متسائلا: من أنتم؟ من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، ثورة، ثورة. وعلى الرغم من بطش القوات النظامية وكتائب أبناء القذافي، إلا أن أعداد الثوار تزايدت، وتخلى عن القذافي الكثير من أركان نظامه مثل وزير الداخلية وابن عمه وممثل ليبيا في مصر أحمد قذافي الدم، والكثير من قادة الجيش والسفراء والوزراء، وبدت ليبيا في مفترق طرق جديد. هذه الدول فعلا فيها أحكام فاسدة، حكم أوتوقراطي، حكم ديكتاتوري، حكم فاسد، فوجدت مرتعا خصبا لكل هذه الأفكار. وإذا كان هذا هو حال الدول الجمهورية في المنطقة العربية، فإن شعوب الدول المحكومة بأنظمة ملكية قد شهدت أيضا مظاهرات تطالب بالإصلاح،
مثلما حدث في الأردن والمغرب والسعودية، وتصاعد وتنامى في البحرين التي خرج شعبها ليحتل أكبر ميادين العاصمة. وعلى الرغم من الوعود بالإصلاح والتي جاءت على لسان ولي عهد البحرين وغيره من المسؤولين، إلا أن الشعب بدأ مصرا على إصلاح شامل وحقوق أصبح من الصعب التفريط أو التنازل عنها. فاسترعت السلطات الجيش ليضع حدا لذلك التظاهر ويعود الناس إلى منازلهم، لكنهم أصروا على الاستمرار حتى يتحقق الإصلاح الذي يطالبون به. لا أريد أن أحرم من قاموا بهذه الثورات من حقهم، لأن دولة ظهروا وبرزوا على السطح لمقاومة هذه الأنظمة الفاسدة. إن نظرة على المنطقة العربية لا تدل على أن شرارة الثورة التي انطلقت من غرب الوطن العربي ستظل مستعرة لتصل إلى كل الدول العربية. فإن تحققت الإصلاحات واستقرت الأمور على دساتير واضحة تكفل تداول السلطة وتحقق أهداف ومطالب الجماهير، وإلا فإن البديل هو إسقاط تلك النظم المستبدة التي لا ترى إلا مصلحتها ولا تبصر إلا كراسي الحكم التي تبذل في سبيل البقاء عليها دماء الشعوب التي تئن من سياساتهم الغاشمة. في القرن الماضي قال أبو القاسم الشابي قصيدته الشهيرة والتي يقول مطلعها: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. قالها الشاب وهو يحلم باستقلال بلاده عن المحتل، لكنه لم يكن يعلم أن قصيدته ستظل خالدة وسيستلهمها الثائرون من جديد وهم يتحررون من أنظمة حكمه الغاشمة. تحية إلى روح كل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل أوطانهم. أجمل نغمات شباب ثورة مصر، حمد أهلا. شهداء لازم نتباهى بيهم، وكمان مبروك عليهم الجنة والسماء. شهداء علشان ترابنا بجد. الله أكبر على رجال بشارعنا. الله أكبر على كل الجيش بتاعنا. اتصل من اي محمول على 23-35 او من اي خط ارضي على 09-794. دلوقتي هنخش على مرحلة الشاش الطبي. انا راجل ومعايا ست ستات. انا اللي عاملة نفسي مؤدبة ولا السوسة اللي عمالة تتحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزة في مصلحتها حلو؟ منكسب بأوكولايزر وتويتر ولا البي اسمه ايه بتاع اللي ورا ده؟ سبويلر؟ سبويلر، السبويلر اللي ورا بيبرق فظيع. يا باي عليكي وعلى ارحمي نفسك وبالسوس اللي عملتها في لسانك ده مش معقول. بس مالكيش دعوه بنتي، هي بتتكلم صح. راجل ست ستات، ما انا راجل ومعايا ست ستات. حبيبي عادل عادل دول انت مستجني ليه دول؟
انا عفت عبد الرحمن الشربيني، عطلة بقالي 15 سنة، أرملة بقالي 5 سنين، أم التلات ولاد. كل اللي عرفه إن أنا خدت وظيفة مدرب أحمال بدنية بنادي الشهداء. إحنا دلوقتي هنلف التراك يا أبلة.